السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير. كنتمنى تكون في صحه جيده وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. فيديو اخر من فيديوهات ديال سيون كارز. الا كنتي اول مره كتفرج فينا ما تنساش دير ابوني. الا شفتيني تنزرب حيت هذا الفيديو هادي كنسمى فيديو بالخف يعني المفيد في دقيقه. الا كتبتي تشري السياره كاين واحد 10 ديال الاخطاء اللي خصك تجنبهم. ما تنساش دير ابوني وتضغط على زر المتابعه باش يوصلك كاع جديد ديال قناه الا مدسي اون كارز. وما تنساش الا بغيتينا ندعموك واننا نوصلوك انك حتى تشري الطوموبيله ديالك اللي بغيتي بالثمن اللي بغيتي وفي الوقت اللي بغيتي، ما تنساش تكونتاكت معنا سواء في الباج ديالنا سواء في الانستغرام ديالنا سواء في الواتساب ديالنا. انا محيد النظر، حيد النظر ديالي قدام البحر. اول حاجه هي شحال الطوموبيله هادي تقدر تعاود فيها البيع من مورا ما تشريها. واش هاد السياره هادي الثمن ديالها كيبقى زاكي؟ مثلا مرسيدس 190 الثمن ديالها بقى زاكي لمده ديال 7 ديال 3 سنوات. مثلا فولكسفاجن كات الثمن ديالها 7 مليون حتى 8 ديال المليون حتى 6 ديال المليون. الثمن هذا ما كيتغيرش ما بين 2000 و2003، يعني الثمن ديالها ما كيتغيرش مع الوقت. اما كاينين شي جوج ديال السيارات، كاينين بزاف ديال السيارات اللي الثمن ديالهم حتى هو ما كيطيحش. من بعد ان شاء الله نقول لكم في فيديو تفصيلي. اللون ديال السياره، اللون ديال السياره في المغرب شي حاجه ضروريه عندكم تكونوا باغيين تشريو السياره ديال الفئه المتوسطه وتمشي تشريو اللون الابيض. اللون الابيض كيسميوه اللون ديال الثلاجه، يعني كيقولوا هذه السياره خاويه. الا كنتي تخرج طوموبيلتك بجديد ما تخرجهاش باللون الابيض، قول لهم ديروا لي فيها اي لون غير اللون الابيض واخا تكون خاويه. واللون ديالها ازرق المغاربه تيقولوا عليها توتوبسيون. اللون الاحمر حتى هو، اللون الاخضر حتى هو، وحتى البنفسجي تجي شويه صعيبه تبيع للفئه المتوسطه. الناس اللي خانزين فلوس، الناس اللي عارفين اش كيشريو، الموتوريزاسيون لي زوبسيون كيقلبوا الطوموبيله كيفليوا، عندهم لي زانفورماسيون، عندهم ميكانيسي، عندهم طولي اللي كيقلب الطوموبيله. ما انت ما تهمكش اللون ديالها لانه هو ملي كيشد تيعاود فيها الصباغه، ما عندوش مشكل حتى يعاود لها الصباغه، لانه حنايا اللي كنصحابو باش تعاود الصباغه. راه الطوموبيله اكسيدونتي من الناس عندهم اللي عاود الصباغه سو كيسون دو كو. لونتروتيان ديال هاد السياره هادي شحال تخسر على هاد السياره هادي ملي تشريها؟ شحال لونتروتيان ديال هاد السياره هادي وشحال تخسر عليها؟ فراسك بانه البي ام دبليو ولا المرسيدس تقدر تخسر عليها في 3 سنين حتى المليون ونص حتى 2 ديال المليون ديال لونتروتيان. ما كنهضرش على الناس اللي ما كيطلاوش طوموبيلتهم، ما كنهضرش على الناس اللي ما كتعجبهمش طوموبيلاتهم ولا شي حاجه. كنهضر على الناس اللي كيطلع كيدير لها بلوما جداد، كيدير لها فولو موتور جديد كل مره، حيت في فواتور سبور كيتهلا فيها تيبدلها لا شينا شي. تقدر توصل لك طوموبيله حتى المليون ونص حتى 2 المليون في 3 سنين اللي تخسر عليها، ولكن طوموبيله كتبقى معك. وكاين طوموبيلات اللي في العام في العامين تقدر تخسر عليها الجهد، في 3 سنين تقدر تخسر عليها الجهد 7000 درهم 6000 درهم. فكر في لي زوبسيون اللي انت محتاجهم في الطوموبيل. واش محتاج ليميتور؟ واش محتاج ريغيلاتور؟ واش محتاج بواطا فيتاس اوتوماتيك ولا محتاج بواطا فيتاس مانيويل؟ واش انت يا انسان اللي باغي لا سيكيورتي في الطوموبيله بزاف، بغيتي اليو اس بي مثلا؟ في الاوبسيون اللي ما يمكنش انت تخلى عليهم، ما كنشريش انا هذيك الطوموبيل. ما تشري السياره اللي يلاه بعد الا الا جربوها شي ناس اللي معتمدين. راهم هاد الناس هادو كيعرفوا شنو كيقولوا. هاد الناس هادو راه دو سوسون دي سيور واعري سوسون كاد، هادي عندهم هاد المقومات اللي كتخليهم انهم الا جربوا السياره وقال لك شريها كتشريها. الا الا ما كنتيش عارف هاد الناس هادو ما تشريش الطوموبيله اللي يلاه بانت، شي داك موضوع جديد لانه يلاه كيكونوا على تعديلات الى اخره واش تقدر تصيد. ولكن الا فات حتى جربوها دي سيور وقالوا فيها الكلمه الزوينه وقالوا فيها شي حاجه اللي انت كتثق فيهم، الله يسخر. مثلا انايا ما تنحس الطوموبيل وما كنقول فيها الكلمه الزوينه حتى تنكون انايا مبقاش عليها مزيان عند ناس اللي حتى انا كنثيق فيهم. شوف واش انت باغي في طوموبيل البريستيج ولا باغي فيها لي زوبسيون الواعره؟ واش باغي فيها السيكوريتي مال مقابل القيمه ومقابل لا كاليتي اللي حطيتي فيها؟ اشنو باغي انت في الطوموبيل؟ تقدر تشري مثلا العوينه مرسيدس عوينات ولكن راه بريستيج وكلشي والحماق، ولكن والله الا لا فينيت غاليه وحتى اعاده البيع فيها قاصحه. شري السيارة اللي كتناسبك، واش بيتيها اس يو في ولا بيتيها مونوسباس ولا بيتيها سيتادين ولا بيتيها كاسكات؟ بيتيها كاسكات يعني انت جبال الى اخره، بغيتي تدفع الرباعيه تكون كتكونسومي. بيتيها مونوسباس عندك سبارك الله وليدات الله يخليهم لي. بيتيها سيدي اس يو في، اس يو في ما بين الكاسكات وما بين السيتادين، ولا لا بيتيها كما كنا سيتادين لا كونسوماسيون ناقصه وبنت المدينه. كتبغي تشري السياره ديالك عاود جمع عليها اكثر عدد ممكن من المعلومات، ومني تبي تجرب السياره ديالك عند الكونسيسيونير ما تجيش مثلا بغيت نجرب انا كاسكات ما يمكنش تجربها لي وسط المدينه. كاسكات خصني نجربها في شي طريق اللي فيها البيس، خصني نجربها شي شويه. يعني تتقول لهم شوفوا اذا كاع ما جوش تعطيني الطوموبيله نجربها، شوفوا انت ديروا ليفينمون اللي كتجربوا فيه الطريق في الكاسكات وكتطلعوا البيس عيطوا لي مرحبا نجي نجرب معكم الطوموبيله في البيس وفي داك الشيء. عندك نسمة التواش السياره اللي بغيتي تشريها التوا عليها قبل ما تشري تشري كونسيسيونير التوا معاهم. علاش لا؟ كونسيسيونير ما عندهمش واحد البريفيكس، عندهم واحد البري اللي معروف وداك الشيء ما كايناش هاد الهضره هادي. التوا على راسك شوف شكون هو كل كونسيسيونير شحال عطاتك وشوف كل كونسيسيونير اش كتقول. ما عمرك ما تكون مزير في الشراء الا كنتي مزير في الشراء كاع تشري بقى مرخيه داك الشيء. ولا كانت الهمزه الله يديها هادشي اللي كاين، شري الطوموبيله اللي انت كترتاح فيها. السلام عليكم.